السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة كيك وشوكولا سهلة وبسيطة وناجحة 100%. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ونمروا على بركة الله للتحضير. بالنسبة للمقادير عندي 180 غرام زبدة، 180 غرام دو بوغ خرجتها يعني من الثلاجة من قبل وقطعتها، وعندي 180 غرام فارينة، 180 غرام دو فارين، 180 غرام سكر، 180 غرام دو سكر، 5 بيضات 5 زو، 100 مليلتر كريمة سائلة، 100 مليلتر دو كريم انتيير ليكيد انتيير. عندي رشة، عندي كيس خميرة حلويات، ساشي دي ليفيور شيميك، بانسيت سيل رشة ملح، وعندي 150 غرام شوكولا سوداء، 150 غرام دو شوكولا نوار. هذه المقادير تاعنا تاع الحلوه هذه. دوك نخلط الزبده مع الشوكولا ونديرها في حمام مريم ذوب. دوك جو ميلونج لو بور لو شوكولا اي جمي لو تو دون ان با ماري اي جلاس فوندر، ونروح نخلط البيض والسكر والمكونات الاخرى. دوك انا نكسر البيض كما قلت لكم 5 بيضات، ونزيد السكر ورشه الملح، تقدروا تزيدوا سكر فانيلا. دونك هنا رشة ملح مليحة مع الخليط هذا. نخلط بخلاط كهربائي مليح حتى يبيض الخليط ويضاعف الحجم تاعو. دونك جو ميلونج بيان جوسكا سكو لو ميلونج بلانشي اي دوبل دو فوليوم. فوالا كما راكم تشوفوا. دوكا نبدا نزيد المكونات الجافة، نحي الخلاط الكهربائي دوكا مسحقوش ما نزيدش نستعملو. نزيد الفارينة والخميرة، جاجوت لا فارين الى ليفور شيميك. لو ساشي دي ليفور شيميك يفي 11 غرام، الكيس تاع الخميرة الحلويات يدير 11 غرام. دونك هنا نخلط بالعقل، جو ميلونج تو دوسمون دون هو اون با، فو بيان لي شيرشي لا فارين اون با دو سالاديي. دونك تعودو تحركو ضربو للتحت ودورو بالعقل من تحت للفوق باش تجبدو الفارينة اللي تهبط لتحت هكذا دوسمون، وتلقاو المقادير كامل في صندوق الوصف تحت الفيديو. لي زانغريديون سون اون دسو دو لا فيديو ان بار دانفو. دونك هنا عندي الشوكولا والزبده اللي ذوبتهم، لو بور لو شوكولا فوندو، جاجوت لا كريم ليكيد، نزيد الكريمه السائله ونحرك مليح، ونضيف هذا الخليط للخليط الاول هكذا مره واحده مش مشكل، ونخلط دوسمو كما يعني خلط بالعقيلة كما في البداية. خلط مليح حتى المكونات يتجانسوا مع بعض. دونك جو ميلونج بيان تو دوسمو، توجور دون با اون او او اون او دون اون با، سما من فوق لتحت ولا من تحت للفوق. وهنا عندي ان مول دو 10 × 26 سنتيمتر، دهنتو جلي بوغي فاريني، دهنتو درت له الفارينه، يدير 10 سنتيمتر على 26، ندخلو في الفرن على 160 درجه حوالي 50 دقيقه. دونك او فور ا 160 دوغري ا بو بري 50 مينوت. وهنا جينا رايحه نوجد لاغاناش، نوجد الغاناش تاعي، جو بريبار لاغاناش. جي 150 مليلتر دو كريم ليكيد انتيير et 150 grammes de chocolat noir. Donc, on a 150 grammes de chocolat soda, on a 150 grammes de crème saïla, on a sachantou ou la ralitou. Donc, il faut bien chauffer la crème et l'ajouter au chocolat et bien bien mélanger. Donc, on a la crème à hamia à chocolat, on a un peu de chouillon, on a un peu de chouillon, on a le khalita tani ou le saïl. On a un film غذائي او كونتاكت بيان حتى تقيسوا الكريمه وخليوها على جنب تختار شويه. دونك اون فيلم او كونتاكت اون لاس دو كوتي كسا سي بي سي سان تو بتي بو. ومن بعد نخرج الكيك تاعي كما راكم تشوفوها وطاب، نحطو في نغري نخليه يبرد، خليه يبرد شويه. فوالا دوكا كي برد لي ندير عليه الكريمه لا غاناش. هكذا نزينو بالشوكولا هذه.
تقدروا تخليوه هكذا في التزيين، يعني توما يعني التزيين هذا اختياري، تقدروا تخليوه غير شوكولا هكذا، ولا تزيدوا عليها شوية نواة كوكو ولا دي ولا لوز. انا حابه نزيد نزينه بلا مورينغ، دونك خليه يبرد مليح، جو لاس غوفخواديغ اي جو بريباري ما مورينغ. دونك بالنسبه للميرينغ انا راح ندير ميرينغ سويس ولا لا مورينغ سويس. عندي زوج بيض دو بلون دوف، وعندي 180 غرام سكر حبيبات 180 غرام دو سكر، دونك سي لو دوبل تاع البوا تاع البيض. نديرو في حمام مائي ونخلط باستمرار من غير ما نحبس. نستناو نقدم لكم شويه باش تشوفوا. دونك هنا نخلط باستمرار، ميلونج سون زاري، يفو با كلو توش لو سالادي، لازم الماء ما يجيسش للسطح تاع السالادي تاعكم. ونخلط باستمرار ونشوف، يفو كلو ميلونج اتان 50 دوغري، يعني لا عندكم thermomètre 50 degrés, sinon vous touchez avec le doigt, si vous ne supportez plus la chaleur, arrêtez et puis vous continuez à mélanger avec le batteur électrique. On arrête le bain-marie et on mélange avec un batteur électrique. Donc comme je vous ai dit, qui vous avez fait le bidet, vous avez fait le 50 degrés ou vous avez fait le thermomètre, vous avez fait le قيسوا هذاك الخليط، لكن عاد الصبع تاعكم ما يتحملش الحراره، خرجوا الخليط وكملوا حركوه بالخلاط الكهربائي حتى يجمد، حتى يولي مغنق هكذا كما راكم تشوفوا، يدير لو باك. والان نحي الخلاط الكهربائي، جونليف لو باتو الكتريك، جمي ما مغنق دون اون بوش ادوي. لا دوي انا خيرت هذه، تقدروا تخيروا تاع الورده. دونك جمي توت ما مورينغ دون لا دون اون بوش دوي. ومن بعد كي يبرد الكيك تاعي، انا هنا ما بردش ما جمدش مليح باسكو راح يطيح الليل والتصوير يعني في الليل ما يجينيش مليح. دونك نكمل هكذا، ثم خليه يبرد مليح وزينو بالمورينغ هذه هكذا من فوق ولا حتى نكملو كامل. فوالا لازم تزينوه كامل مليح. وهنا عندي شاليمو هذا تاع الحلويات، نحرق شويه جوي غري لا ميرينغ افيك ان شاليمو هكذا نزين مليح. ولا ما عندكم شاليمو تقدروا تخليوه للهواء، راه مع الهواء يجمد لا ميرينغ يبس وحده هكذا. مول الشاليمو تاعي خلصوا الغاز، لازم نعمرو. وهذه الحلوى اذا كما راكم تشوفوا لو كيك والشوكولا، كما قلت لكم تقدروا تزينوه باي يعني وش عندكم. هذه دوك نقسمو نوريكم الداخل، يجي خفيف ويجي بنين، في واحد البنه رائعه. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه. وهذه ياكم تشوفوا هنا الداخل كيفاش يجي خفيف، ما خليتوش برد مليح، مي يجي رائع. هذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.